السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في دورة تعليم جافا سكريبت لمصممين المواقع. معاكم إبراهيم العربي. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن مقدمة لدورة الجافا سكريبت فور ويب ديزاينر. هنستعرض فيها ثلاث نقط. النقطة الأولى متطلبات الدورة، إيه محتاج إيه عشان تبدأ الدورة دي. النقطة الثانية هنتكلم فيها على الجافا سكريبت هيستوري، هنتكلم عن تاريخ الجافا سكريبت. والنقطة الأخيرة هنتكلم على طبيعة العلاقة بين كل من ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. نبدأ أول حاجة متطلبات الدورة، إن حضرتك تكون عارف ثلاث حاجات أساسيين، ال HTML وال CSS، تكون كتبت كود بال HTML، كتبت كود بال CSS، وتفهم إيه المصطلحات والسينتاكس الخاصة بيهم. الحاجة الثالثة إنك تكون عندك معلومات كفاية عن الإنترنت، البراوزر، الهوستينج، الويب سيرفر، بحيث ما نتكلم عن بعض التفاصيل اللي لها علاقة بالموضوع تكون الموضوع بسيط بالنسبة لك. نبدأ نخش في النقطة اللي بعد كده، الجافا سكريبت هيستوري. هنتكلم على المحطات الأساسية اللي مرت بيها الجافا سكريبت من قبل ظهورها وظهورها وتطورها للوقت الحالي. سنة 1989 قام تيم بيرنر-لي باختراع الويب. تيم بيرنر-لي هو عالم بريطاني شغال في منظمة سيرن، المنظمة دي اللي هي المنظمة الأوروبية للبحوث النووية موجودة في سويسرا، وكان بيدور على طريقة إزاي يشارك الأبحاث مع العلماء الموجودين حوالين العالم في المعاهد والكليات، فاشتغل في مشروع اسمه World Wide Web. وتيم بيرنر-لي عمل أول ويب سايت في العالم وعمل له هوستنج عنده في الكمبيوتر في منظمة سيرن، وده كان أول ويب سايت موجود في العالم. هنيجي سنة 94 ودي المحطة الثانية عندي المهمة في الجافا سكريبت، وهو نشأة شركة نيتسكيب. في نفس العام ظهر الفيرجن الثانية من الـ HTML ودي اللي هو اخترعها تيم بيرنر-لي، الإصدار الثاني سنة 94. في سنة 94 برضو حصل نقطة مهمة قوي اللي هي بدأوا يشتغلوا على CSS اللي هي تعتبر كان في الوقت ده ويب تكنولوجي خاصة بالستايلينج، هتم استخدامها مع ال HTML. يبقى بداية العمل على CSS سنة 94. المحطة اللي بعد كده سنة 1995. في سنة 95 براندن إيخ هو اللي طور الجافا سكريبت. طيب هنعرف إيه العلاقة بينه وبين شركة نتسكيب بعد شوية. سنة 1996 ظهر الإصدار الأول من الجافا سكريبت، وفي نفس العام ظهر الإصدار الأول من CSS اللي كان بدأ تطويرها أو الشغل فيها سنة 94. في سنة 96 في منظمة عندي دولية اسمها إكما، المنظمة دي بتهتم بالمواصفات القياسية في مجال نظم الاتصالات والمعلومات، وساهمت انها تحول الجافا سكريبت من مجرد انها سكريبت لانجويج خاصة بشركة معينة اللي طورها براندن إيخ الى ستاندر عالمية بتستخدم في جميع الصفحات الخاصة بالانترنت على مستوى العالم. المهم انها بدأت في العمل على تحويل الجافا سكريبت من مجرد انها سكريبت لانجويج عادية لانها تبقى ستاندر سكريبتنج لانجويج، وفعلا ظهر الاصدار الاول إكما سكريبت فيرجن 1 وده كان سنة 97. عايزين نتكلم ببعض التفاصيل الخاصة بعام 95 واللي فيها ان الجافا سكريبت تم تطويرها او ظهورها على ايد براندن إيخ. هنشوف كده بالتفصيل ايه اللي حصل. احنا عارفين ان سنة 94 شركة نيتسكيب تم انشائها، والشركة دي هي الشهيرة في انتاج متصفح النيتسكيب نافيجيتور او النافيجيتور، وده كان من اشهر البراوزر في التسعينيات وكان المنافس الشرس للانترنت اكسبلورر اللي بتنتجه شركه مايكروسوفت، وكانوا الاثنين بينهم قضايا ومشاكل بسبب المتصفحات وكانوا بيقولوا عليها الحرب الخاصه بالبراوزر ومين هينتصر. الشركه بعد ما تم انشاء في سنه 94 في اوائل 95 عينوا براندن إيخ عشان يشتغل في فريق التطوير الخاص بالمتصفح عندهم. المهم الطلب منه انه يتعمل لغه او يطور سكريبت لانجويج تدمج داخل المتصفح الخاص بتاعهم بحيث ان الموضوع يبقى دايناميك اكتر. فكان براندن إيخ عمل البروتوتايب بتاع لغة الجافا سكريبت اللي هو النموذج الأولي اللي شغال من الجافا سكريبت، النواة بتاعت الجافا سكريبت واللي اشتغلت بعد كده، عملها في 10 أيام بس. المهم إن البروتوتايب ده اتقدمه للشركة
وفي مايو سنة 95 مؤسس شركة نتسكيب سمى البروتوتايب أو اللغة دي أو السكريبت ده اللي عمله براندن إيخ إلى موكا، سماه موكا. ولكن فريق الماركتينج عنده في الشركة بعدها فترة قصيرة جدا اتغير الاسم من موكا إلى لايف سكريبت. لايف سكريبت ده الاسم اللي كان بدأت تتعرف به الجافا سكريبت. بعديها بشهور يعني في نوفمبر من نفس السنة سنة 95 تم إضافتها وبقت مدعومة داخل النتسكيب نافيجيتور فيرجن 2، البروتوتايب اللي عمله براندن إيخ في 10 أيام اللي تسمى موكا وبعد كده لايف سكريبت اتدمج فعليا في النافيجيتور وظهر للجمهور. عايزين نقول ان في اخر السنه اتفقوا مع شركه صن، كان في علاقات بين نتسكيب وصن، ان هم ياخدوا الاسم التجاري. شركه صن هي اشهر شركه بسبب تطويرها للغه الجافا، اتفقوا ان هم ياخدوا من صن اسم جافا بحيث يبقى لايف سكريبت يبقى اسمها جافا سكريبت، فالاسم تجاري يبقى ناحيه تجاريه بحته ان يتشهر اكتر. وده كان من ضمن الايه الحرب بينهم وبين مايكروسوفت. لكن النقطه المهمه هنا ان الجافا كلغه بتطورها شركه صن ملهاش علاقه بالجافا سكريبت اللي عملتها شركه نتسكيب، جاست بس ان الاسم ايه اتاخد عشان يبقى ليه رواق تجاري. احنا كل ده داخل سنه 95. المهم ان شركه نتسكيب بدات تعمل اتفاق مع الإكما، الإكما اللي هي المنظمة اللي احنا قلنا عليها المسؤولة عن الستاندرز، بتطور ستاندرز اللي هي مواصفات قياسية، واتفقوا معاها ان هم يحولوا الجافا سكريبت من مجرد ان هي سكريبت لانجويج مدمجة داخل براوزر النافيجيتور الخاص بشركة نتسكيب فقط، ان هو يصبح لغة عالمية تدعمها جميع المتصفحات واي حد ممكن يستخدمها بعد كده. والإكما فعلا بدأت تشتغل، وفي سنة 97 ظهر الإصدار الأول من إكما سكريبت أو ES version 1، ده سنة 97. ومع الأعوام بدأت تظهر إصدارات كتير، لكن النقط المهمة قوي عندي سنة 2009 ظهر الإكما سكريبت version 5، الإصدار الخامس من الإكما سكريبت سنة 2009، وده جميع المودرن براوزر اللي هي المتصفحات الحديثة فايرفوكس سفاري كروم بيدعم الإكما سكريبت فيرجن 5. وفي عام 2015 ظهر الإصدار السادس إكما سكريبت 6، وكل المودرن براوزر بتدعمه بشكل جزئي وليس بشكل كامل 100%. بعد كده في 2016 إكما سكريبت 7، الإكما سكريبت 7 الدعم بتاعها سيء جدا في جميع البراوزر الموجودة. وبكده يبقى خلصنا النقطة التانية في مقدمة الكورس، وننقل على النقطة التالتة في المقدمة واللي هنتكلم فيها عن وظيفة ودور كل من الـ HTML والـ CSS والـ JavaScript في بناء مواقع الويب. لو بصينا على أي صفحة في موقع ويب وحبينا نشرحها هنلاقي إن الصفحة ممكن تتقسم لثلاث طبقات. الثلاث طبقات هي الـ Content Layer والـ Presentation Layer والـ Behavior Layer. الـ Content Layer ودي اللاير اللي الـ HTML مسؤولة فيها عن كرييت البيج والبيج ستراكشر وآد الكونتنت. اللاير الثانية الـ Presentation Layer ودي الـ CSS بتكون مسؤولة عن تحسين شكل صفحة الـ HTML بإضافة Background أو Border أو Color أو Margin أو Fonts وخلافه. والطبقة الثالثة الـ Behavior Layer وبيكون JavaScript فيها مسؤولة عن إضافة الـ Interactivity والديناميك انترفيس للموقع بتاعك. وطبعا ممكن يبقى الانتر اكتيفيتي في شكل منيو دروب داون منيو او في شكل ايمج جاليري بتتقلب اوتوماتيك لليوزر، او في شكل ان بعض الكونتنت بتتغير اثناء ما هو بيستعرض الصفحه يجيب له الهوتست اوفر وهكذا. وبكده يبقى وصلنا لنهايه مقدمه كورس جافا سكريبت لمصممين الويب، واللي اتكلمنا فيها عن متطلبات الكورس والجافا سكريبت هيستوري، واخيرا دور كل من ال HTML وال CSS والجافا سكريبت في بناء صفحات الويب. وبكده يبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه دوس سبسكرايب دلوقتي، وما تنساش تعمل كمان لايك وشير لاصحابك. اشوفكم على خير.